لنستهلك جزائري، شعار المعارض الذي نظمته مديرية التجارة بولاية جيجل بالأروقة القديمة بحضور أكثر من 40 عارضا محليا. من أجل إيصال شعار لنستهلك جزائري إلى جميع الفئات الشبانية والطلبة، وغرس في ذهنهم مدى أهمية المنتوج الوطني للرقي به وتطويره. الحملة التحسيسية جابت الأرصفة والمساحات التجارية والمؤسسات التربوية وكذا الجامعة. إن تمكنا من تحسيس إخواننا الطلبة وأبنائنا الطلبة ربما سيعملون ما في جهدهم على تحسيس باقي فئات المجتمع على الضرورة الملحة لاستهلاك المنتوج الوطني، وبالتالي نخرج من أزمة التي وقعنا فيها هذه الورطة منذ الاستقلال. المواطنون تفاعلوا بدورهم مع الحملة وأكدوا على ضرورة التأسيس لثقافة استهلاك المنتوج الوطني. واحد من الناس انا نطبخ، انا ماذا بيا نشجع المنتوج الوطني، نشجعه علاش؟ لانه راح يرجع بالفائده على بلادنا. هذا التصدير على من الخارج راح يؤدي الى تبعيه، يعني كما يقول لك تبعيه شامله. لنستهلك الجزائري شعار حمله، ومن يدري ربما يصبح مستقبلا ثقافه تسري بين اوساط المجتمع.